محمد كوفي معايا الآن عبر زوم، مشرفني ومنورني، سعيد جدا إنك موجود معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. أهلا بيك يا كريم، أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة على قناة مصرية. أنت واحد من اللعيبة المحبوبة جدا في مصر، وأكيد أنت عارف ده كويس جدا، والنهاردة لما قلنا إنك هتكون موجود معنا عدد كبير من الجماهير كانت متشوقة جدا إنها تشوفك مرة أخرى وتسمعك مرة أخرى، سبت شعبية كبيرة في مصر. الحقيقة الزمالك والبورسعيدي المصري أنا عمري ما أنساهم. أنا أصلا والدي يعتبر مصري، أنا بسمي نفسي ابن مصر لأن أنا بحب مصر كويس جدا، ومصر هي تعتبر ثالث بلد ليا وأنا برتاح فيها وبرتاح للجمهور بتاعها، ودايما لما بكون في مصر عمري ما بحس بالغربة يعني، فأنا بحبهم جدا وبحب كل جماهيري في مصر. هل أنت دائم على زيارة مصر من الحين والآخر، ولا بقالك كتير ما كنتش زرت مصر قبل هذه المواجهة الكبيرة بين مصر وبوركينا؟ لا الحقيقة أنا ما جيتش مصر بقالي فترة كبيرة، وأنا جاي مصر بعد بكرة، دي هتبقى أول مرة إن شاء الله. مواجهة كبيرة هتجمع منتخب بوركينا فاسو ومنتخب المصري، كيف تنظر لهذه المواجهة؟ الحقيقة ده حقيقة هتبقى صعبة جدا، لأن أنا الأول الملعب والجمهور، انا طبعا انا حضرت الجمهور ده وانا بلعب في فرقه مصريه، وطبعا مصر دي يعتبر اكبر دوله في افريقيا، فطبعا عندها احسن لاعبين في العالم مش بس في افريقيا، فطبعا كلنا عارفين ان هم قد ايه صعبين، وبرضه مش معنى ان هم غيروا المدرب فيها مشكله، فطبعا في لعيبه زي تريزيجي وانا وده يمكن لعيب المفضل بالنسبه لي، احنا هنيجي نلعب كوره، وطبعا الكوره هي مكسب وخساره، واحنا دايما مركزين في الملعب، ولكن طبعا احنا مش هننكر ان مصر فريق كبير، ولكن ان شاء الله المصر يعني الماتش هيبقى كويس وهنقدم مباراة كويسة جدا ضد مصر. كابتن حسام حسن هو المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، تعاملت معه من قبل؟ كابتن حسام طبعا انا مبسوط جدا ان حسام حسن دلوقتي بيدرب مصر، فريق المصري، طبعا هو يستحق ده، هو يستحق ده بقاله فترة كبيرة، وهو مش مجرد مدرب، ده هو أيقونة كبيرة جدا بره الملعب، هو إنسان طيب جدا، وهو كان مدربي في يوم الأيام، فالنهاردة لما أنا أكون بلعب كمان في الترسانة ولعبت كمان ضده ولعب، وكان المدرب بتاعي في الزمالك وفي سموحة وفي المصري، النهارده لما انا اكون جاي كمدرب معايا فريق والعب ضد المدرب بتاعي، دي حاجه تسعدني جدا وده شرف ليا طبعا.